كيف نفهم المعطيات الإحصائية التي تجعل المغرب البلد الأقل أمنا وسلامة للعمال في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط؟ ما التداعيات الاجتماعية والنفسية لحوادث الشغل على ضحاياها؟ وكم تكلف الاقتصاد الوطني؟ ما هي المستجدات التي حملها قانون مصادر ومبالغ التعويض عدل قبل نحو عام؟ وأية إكراهات تعترض تطبيق النصوص؟ ثم كيف السبيل للوقاية من حوادث الشغل من خلال توفير بيئة عمل صحية آمنة لكل العمال في جميع القطاعات؟ حوادث الشغل موضوع عدد هذا المساء من بدون حرج، والبداية عينة من آراء المواطنين. هذاك العامل اللي هو الحال موجود في الشركة وتعرض لهذه الحادثة على الأقل كيكون عنده وحدة التأمين، ولكن للأسف كان بعض الإدارات اللي ما كتتأمنش العامل، يعني كيخدم بواحد الطريقة، يعني لأنه هو محتاج، للأسف محتاج، وكي يحاول ما يمكن باش يدخل واحد القوت اليومي لوليداته، وكيتصاب بحادثة شغل، يعني كيمشي للسبيطار كيبقى في السبيطار ما كيعرفو حتى شي واحد إلا العائلات ديالو ولا شي محسنين للمتطوعين اللي غادي يساعدوه. كاين ناس اللي الان اصيبوا بعاهات مستديمه، هما مسجلين عندي في الجمعيه ديال المعاقين، مسجلين عندنا عمال ومسجلين عندنا مستخدمون اللي كانوا كيشتغلوا في القطاع الخاص وقت حوادث سير واصبحوا معاقين وعندهم مشاكل وما تنصفوش، لم يتم انصافهم، وهذا اشكال مطروح بحده. خاص اي واحد كيشتغل خصو يكون عنده التامين ديالو، حيت فاش كطرى عليه شي حادثه في الشغل ديالو ما كيلقاش التامين اللي كيعوضو، خاصه ارباب الاسر صافي كيضيع في حياته، ما كيبقى عنده حتى شي حاجه، لا ما عندوش ولادو او كبار او شي حاجه، صافي كيمشي ما كيبقى غير جالس غير في الدار، وهذا هو الفقر اللي عندنا، كيبقى ضايع. الوزارة الوصية أو السلطات الحكومية الوصية على قطاع التشغيل اللي هي وزارة التشغيل عندها مصالح ديال التفتيش، كاين دوائر ديال التفتيش على مستوى المندوبيات الإقليمية والجهوية، خص هاد المندوبيات ديال التشغيل وهاد المصالح ديال التفتيش أنها تقوم بالعمل ديالها، تمشي تراقب هاد الشركات. لولا العنصر البشري في هاد البلاد هذا ما غاديش يكون شي حاجه، اي واحد في شي بلاصه راه هو اللي تينتج، علاش انا كاين قانون صافي الناس طبق غير القانون، مش نطلبوا من شي حاجه، ما يعطونا حتى شي حاجه من عندهم، كاين قانون كاين قضاء خصو يكون العدل النزيه، ماشي انا ملف ديالي انا كيتعاود يتعاود عام بزاف عام، شغندير انا في تعويض دابا اصلا جيت نقسموه انا على عامين ولا على عام، راه ما تجينيش حتى واحد الثمن بسيط، ما عندوش قيمه بتاتا بالنسبه للخدمه اللي خدمت انا ولا بالنسبه للتعاود. حادثه الشغل براد دابا، يعني واخا كاع نمشي مثلا كاينه مشاكل في الخبره كاينه مشاكل. مساء سعيد مشاهدينا الافاضل، ارحب بضيوفي في الاستوديو، وابدا بالدكتور عبد العزيز العاتقي الاستاذ بكليه الحقوق بفاس والمحامي. مساء الخير. مساء النور. الى جانبه يحضر معنا السيد حماده محمد المدير الاقليمي للتشغيل والشؤون الاجتماعيه بمدينه تطوان. مساء الخير. مساء النور. على يساري يسعدني ان استضيف السيد لحسن الحمصالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين. مساء الخير. مساء. والترحيب موصول بالدكتور ربيع بن صديق الطبيب أخصائي طب الشغل. مساء الخير. مساء الخير. دكتور بن صديق، نبدأ في البداية بالتعليق على ما جاء في الشهادة. نعم. اللي لاحظنا في المداخلات ديال المواطنين هو كاين واحد القاسم مشترك بيناتهم كاملين بهم، وهو ركزوا خصوصا على العواقب وتداعيات حوادث الشغل، يعني وقعت لي حادثه الشغل، فقدت العمل، تعطبت في صحتي، ما بقيت قادر نخدم، جيت نخدم ما ردونش في الخدمه، التعويضات ما كانش التامين، يعني هضروا على تداعيات من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الاجتماعيه. وحبذا لو كان شي واحد تار القضيه ديال الوقايه، علاش شنو اللي ما دارش باش ما وصلناش وقعت حادثه الشغل، وملي وقعت حادثه الشغل اشنا هما الاجراءات اللي داروا من قبل ومن بعد. فهمتي؟ يعني في الاخير اللي لاحظنا انه المواطن هو ولا ذاك الاجير هو اللي خلص الفاتوره، يعني فقد العمل ديالو، فقد الصحه ديالو، فقد عدد من الامور، يمكن يكون عندها تداعيات حتى على الحياه الشخصيه. اكيد عندها تداعيات. يعني كيفقد العمل ديالو راه
يعني واحد الكارثه وقعت على العائله وكيكونوا مسؤولين على عدد ديال الناس، وبالتالي هذا اشكال كبير. وكنشكركم على هذا البرنامج هذا اللي غتفتحوا الباب للنقاش والتبليغ المعلومه. نحاولوا نسلطوا الضوء على ربما الاشياء اللي جات غايبه في هذه الشهادات، وفعلا يعني غنواصل مع الدكتور العاتقي. اجماع على غياب الانصاف بالنسبه لضحايا حوادث الشغل في المغرب، واش هذا التوصيف قريب من معطيات الواقع؟ هو في الواقع ما وصلنا عن طريق هذه الشهادات اللي هي كتبقى محدوده على كل حال، ما كتتناولش كل ما يرتبط بالتداعيات ديال حوادث الشغل والامراض المهنيه. لا ننسى الامراض المهنيه لانها رديفه الحوادث، لا من حيث مصادر ولا من حيث النظام القانوني. ولكن يمكننا ناخذ ثلاثه ديال الجوانب ذكروها. اولا فيما يتعلق بالانعكاسات الصحيه وضعف توفر العلاج، وهذا يشير الى المنظومه الصحيه ككل، وهذا فيها واحد النقطه مهمه جدا، وهو ما كانش ممكن يتطرح هذا المشكل بهذه الصيغه لو كان الادماج ديال التعويض عن حوادث الشغل الامراض المهنيه في اطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على اعتبار ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عنده مصحات متخصصه كان ممكن، وهذا موضوع اخر ممكن نرجعوا له. النقطه الثانيه وهو انه كاين تشكي من طرف من تحدثوا من المواطنين عن بطء المسطره. بطء المسطره فيها الجانب الاداري، فيها الجانب ديال انجاز الخبره، وفيها ايضا بطء المسطره القضائيه. الولوج للقضاء. وهذا فيه هذا اللي كان الرهان عليه ان القانون الجديد قانون 18/12 كان معول عليه انه يعالج. هل تمت المعالجه؟ لن نستبق هذا النقاش، ولكن كاين اشياء كثيره. غنرجعوا للقانون حتى هو. النقطه الاخيره تفضل. اللي ذكرها ربما اخر مواطن هو اللي تتعلق بهزالة التعويضات. هو ما قالش الرقم ولكن كاد ان يقوله في تعبير على الهزالة ديال التعويض. هذا يشير الى مسألة اخرى، هو المضمون ديال المعالجة ديال الضرر اللي ياتي به نظام التعويض عن حوادث الشغل. يمكن نقول باختصار باش نختم، هو ان النظام حتى النظام الجديد لم يتخلى عن تقسيم نسبة العجز على 200، بمعنى انه لا نعوض على العجز الكامل بل نعوض على نصف العجز. وهنا يمكن لي نشير على انه في السابق في 2000 كان صدر واحد القانون اللي كينص على التعويض على العجز بكامله، بمعنى الانسان اذا كان. اعطينا مثال باش نستوعبوا هذه المساله دكتور. في 2000 كان صدر واحد القانون اللي حاولت من خلاله الحكومه انها تراجع الظاهر 63. هذا الظاهر 63 تيقول بدي اي واحد من الاجراء تصاب بحد الحادثه كيفاش غادي نحسبوا ليه الايراد ديالو، الخلاص اللي كيمكن ياخذوه كتعويض. خلينا التعويض اليومي هذاك بوحدو كياخذ ثلثين ديال فقد الاجره، ولكن ما سوف يتبقى له من ايراد عمري كيفاش تنحسبوه؟ كناخذوا الأجرة السنوية وتنضربوها في نسبة العجز كنقسموها على 200. إذا كان العجز 8 معناها غادي تضرب في 4. غادي يبقى له فقط 4%. بمعنى كنضربوا الأجر السنوي كنضربوه ب 4%. وهذا طبقوا على جميع الحالات، ما عدا إذا كان فوق 50% كتولي واحد الطريقة الحساب أخرى، ولكن في جميع الحالات لا يؤخذ العجز كله. في 2000 كانت المبادرة التشريعية ديال أنه سوف يحتسب، ولكن ذلك لم كان رد الفعل ديالو هو أنه شركة تأمين سي نورمال، شركة تأمين قالت لهم إذا غادي يكون التعديل هو أن نحسبوا العجز كامل معناه خصني نزيد 115% في أقساط التأمين. وبقى التراجع عن هذا القانون، وهذا ديال 18/12 أتى بنفس ما كان في 63، وهو أن الأجير لا يعطى له التعويض الإيراد العمري إلا عن نصف العجز.
اذا العنوان العريض اللي هو غياب الانصاف كيتاكد بالمبلغ التعويض، المساله يعني ديال الانصاف على مستوى مبلغ التعويض تكاد تكون غائبه. غنرجع لك دكتور، غنواصل معك سيد حماده. كاين واحد الشهاده حملت المسؤوليه الوزارة التشغيل على مستوى المراقبة على مستوى التفتيش، وبالتالي هذه مسؤولية مزدوجة، يعني لا في علاج عندما يتعرض الأجير لحادثة الشغل ولا على مستوى الوقاية. دونك شكرا للأستاذة إيمان على اختيار الموضوع، وهو اختيار موفق لأنه يعالج إشكالية مهمة اللي هي عندها ارتباط بالعمال والأجراء. بالتالي احنا نتفهم انشغالات هاد العمال وهاد الفئة من المواطنين، لكن نعتقد على أن الدولة المغربية وبكل جرأة الحكومة المغربية يعني قطعت واحد خدات على العاتق ديالها أنها تقوم بحد مجموعة ديال الإصلاحات، وهذا الشيء كيتماشى مع الخيرات المغرب مع مجموعة الخيرات المغرب في المنظومة الدولية، وبالتالي المصادقة على مجموعة ديال الاتفاقيات الصحة والسلامة والحوادث الشغل. وبالتالي ان هذا المشروع اللي صدر القانون 18/12 اللي جا فيه واحد المجموعه ديال المستجدات، وفيه قبل ما تفوتني الفكره وانه دار بمقاربه تشاركيه مع الفاعلين الاجتماعيين. بالنسبه للانشغالات، نعتقد على ان كجهاز تفتيش الشغل يعني اولا عندنا دور رقابي، بمعنى اننا مفتش الشغل حينما يذهب الى مكان العمل اول حاجه تطلب لذاك المشغل هو يعني واش اطلع الاجراء على الشركه المؤمنه. ثانيا كاين واحد المجموعه من مقتضيات مدونه الشغل اللي مفتش الشغل يعني كيقوم بمراقبتها، هو ان هذاك المشغل مطالب باطلاع الاجراء على مجموعه من المقتضيات المرتبطه بالصحه والسلامه. ايضا يعني يراقب هل فعلا المشغل يعني قام باحداث لجنه الصحه والسلامه المصالح الطبيه للشغل. اذا هناك الاطباء، وبالتالي هناك تفاعل بين هذه الاجهزه، بحيث ان لجنه الصحه والسلامه والصلابه الطبيه مطالبه باخبار مفتش الشغل من خلال مجموعه التقارير التي تبرز مخاطر او التطور ديال المخاطر المهنيه. ايضا هناك شق داخل في اختصاصات مفتش الشغل، وهي حينما يكون اخطار تهدد الاجراء في اماكن العمل، وهي بحيث ان مفتش الشغل يكون مضطرا احيانا لتنبيه المشغل واحيانا الى تحرير محاضر يحولها النيابه العامه، وحينما يتعلق بالخطر الحال كيكون ان دونجي ايمينا، هنا مفتش الشغل يتدخل وينبه المشغل، واذا امتنع يحيل الملف على قاضي المستعجلات باعتباره انه تقييمكم الامور كتمشي بهذا الشكل، يعني كل المفتشيات ديال الشغل كتقوم بالعمل رغم الاكراهات. رغم الاكراهات استاذه، اننا نحاول ان البرنامج في هذا الاطار، باش ما تفوتنيش فكره ان الوزاره تعمل على وضع برامج داخله في البرنامج الوطني لتفتيش الشغل، واننا كنستهدفوا مجموعه ديال القطاعات اللي فيها لو ريسك بحال الاشغال بناء وشنو اللي كيوقع. ملي كنمشيو نديرو هاد الحملات مثلا في هاد السنه داروا جوج ديال الحملات في قطاع النسيج وفي قطاع الاشغال العام، ان كيوقع واحد التفاعل مع المشغلين، بحيث ان ذاك يعني الشرح ديال المزايا ديال التامين وابرام بوليس التامين كيكون عندها واحد الامباكت على المشغل، وبالتالي كيكون واحد غناخذ تقييم لما جا في الشهادات من عند السيد الحنصالي، وتقييم لما جا في الكلام طبعا ديال السيد حماده اللي رسم لنا الامور بشكل يعني ايجابي. نشوفوا يعني التفاعل ديال شكرا ديال النقابي. شكرا على الاستضافه، وفعلا تدخلي غادي يكون عنده مقاربه نقابيه. هو قبل ما نتعمقوا كثير في المعطيات، نعرفوا بان هذا جزء لا يتجزأ من التغطيه الاجتماعيه ككل، والمغرب يعرف واحد العجز يعني في الحدود السنوات الاخيره، يلا فقط 26% ديال الساكنه الناشطه هي اللي تتمتع بالتغطيه الاجتماعيه، فاحنا متاخرين مقارنه مع دول مجاوره. هذا واحد. جوج، اننا كنستندوا على مساطير كترجع 1912 1913، يعني هذه كلها اشياء اللي يجب تجاوزها. صحيح. والقطيعه معها هذا هو البيت القصيد،
هو كثير من المسؤولين اللي كيتولاو المناصب كيصعب عليهم وكيتخوفوا ياخذوا هذا القرار. فكان شنو اللي كيدار؟ كدار حلول تقيعيه. طيب نبقاو في حوادث الشغل، شنو تشخيصك؟ واش فعلا يغيب الانصاف كما جاء على لسان المواطنين؟ لما كنتكلموا على حوادث الشغل نتكلموا على التامين. في كثير من الدول في العالم القطاع الخاص ماشي هو اللي كيعنيه هذا الامر. هذا المساله يجب ان تتكلف بها يعني الضمان الاجتماعي بشكل عام، هذا هو الاساس. فهذا الشيء كيغيب عندنا في قليل الساكنه اللي كتمتع بهذه الامور هذه مقارنه مع الساكنه النشيطه. عندنا 11 مليون تقريبا او 12 مليون الساكنه النشيطه. فالناس اللي كتصاب بحوادث الشغل والامراض المهنيه، واللي هذا موضوع اخر اللي ربما ماشي موضوع اخر، هو رديف كما قال الدكتور مرتبط مع حوادث الشغل. هذا هنا كيتبين انه كثير من المشغلين ولا سيما علما ان النسيج الاقتصادي المغربي يتكون من المقاولات المتوسطه والصغرى، وهذه هي فين تكمن الصعوبه. قليل من الاجراء اللي مامنين، فلما كتوقع حادثه شغل احنا على مستوى تنظيمنا النقابي كنلقاو جد صعوبات كثيره باش ذاك الاجير يعترف له المشغل بحادثه شغل. دونك كاين يعني اجراء غير مصرح بهم، مقاولات غير مؤمنه، وحتى كذلك مهن خارج التغطيه فعلا بالمطلق فعلا. قطاع غير مهيكل تيشغل عدد صحيح من المهاربه صحيح. بمعنى هذه كلها اشياء اللي بالطبع تعقل المسيرة ولا يعني النمو اللي بغينا نوصلوا له. إضافة لهذا، عدد أطباء الشغل في المغرب هو عدد قليل اللي غادي يمكن لهم يقوموا بحال اللي قال الدكتور، يقوموا بعمل الوقاية. حنا طب الشغل يعني ما كيقومش غنرجعوا لطب الشغل. وقبل ان نواصل التشخيص مشاهدينا، يقربنا الروبورتاج الموالي من بعض الارقام المتصله بحوادث الشغل في المغرب، يعرض لاهم المستجدات التي جاءت بها النسخه المعدله لقانون مصادر وقيم التعويض قبل ان يحيل على مشاكل تعترض التطبيق المنصف للنصوص. روبورتاج كوثر حمومي وحياة زياني. ما بين 65,000 و80,000 حادثة شغل تقع سنويا في المغرب، 20,000 منها على الأقل تتسم بالخطورة وخاصة في قطاع البناء. معطيات إحصائية جعلت من المغرب أقل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمنا وسلامة للعمال، ب 47 حادثة شغل مميتة لكل 100,000 عامل. تشخيص كمي مسنود بواقع يتسم بعدد من الاختلالات في مجال الصحة والسلامة المهنية. 17% فقط ديال المقاولات في المغرب من 140,000 مقاولة هي التي لها مصلحة ديال الطب والصحة والسلامة المهنية داخل المعامل، بمعنى خص يكون عندها طبيب ويكون عندها ممرضة أو ممرض متخصص في الميدان ديال الشغل الصحة في العمل. مع كامل الأسف هذا المجال هذا فارغ. كم عدد الأطباء المتخصصين في مجال الشغل في المغرب؟ صحة طب الشغل 900 طبيب فقط، 900 طبيب غير كافي 140,000 مقاولة في المغرب على مستوى الجهات. ناهيك عن مجالات اللي هي فارغة والبناء، مجال البناء تقع فيه حوادث قاتلة ديال الحوادث الشغل، ولكن الأغلب ديال العمال في المجال البناء ليسوا منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الشرط الأساسي لكذلك. كم عدد المقاولات كذلك اللي عندها تأمين عن حوادث الشغل؟ أزيد من 5 عقود مضت قبل أن يراجع المشرع مصادر وقيم التعويض عن حوادث الشغل. في يناير من العام الماضي خرج إلى حيز التنفيذ القانون في صيغته المعدلة، والذي نص على توسيع قاعدة المستفيدين وعلى الرفع من مبالغ التعويض على نحو لافت.
القانون الجديد رفع كذلك من قيمة الغرامات الصادرة ضد المشغل وشركة التأمين في حال عدم التصريح بوقوع الحادثة التلاعب بالإجراءات والتماطل في دفع التعويض. من جانب آخر، أقر مسطرة إجبارية للمصالحة قبل الانخراط في مسطرة قضائية. هذه المسطرة ديال الصلح اللي ولا إلزاميا على الأجير باش يتبع المسطرة ديال الصلح مع شركة التأمين قبل من اللجوء للقضاء، وفي ذاك الحالة من بعد ما يلجأ للقضاء ما يكفيش يجي ويطلب التعويض، خصو يبرر شنو هو السبب اللي جعلو ما كملش الإجراءات ديال الصلح مع المقاولة ديال التأمين. ورغم تضمين نص القانون هذه الإجراءات وغيرها والتي تعد منصفة للعمال على الورق، فإن الجانب التطبيقي ما يزال متعثرا في عدد من جوانبه، ما ينجم عنه تأخر إصدار وتنفيذ الأحكام المرتبطة بحوادث الشغل. المشكل ديالنا في المغرب اليوم ماشي مشكل في التشريعات والقوانين، رغم أنه كنقول أنها متقدمة، لكن على مستوى التنفيذ كتصدر أحكام إلا كانت لصالح رب المعمل الباترونة الدولة تتسرع من أجل تنفيذ هذه الأحكام، ولكن عندما يتعلق الأمر بحقوق العامل الدولة تتماطل والحكومة تتماطل وخاصة وزارة التشغيل تتماطل في لعب دورها في تنفيذ الأحكام اللي هي صادرة لصالح العمال. الكم ديال الملفات اللي كتنزل عند شركة التأمين سنويا فهو كم هائل جدا. الخطأ اللي كيديروه المقاولات ديال التأمين بصفة عامة هو أنهم ما كيفوضوش تسيير ديال عقود حوادث الشغل، فلو أنه وقع تفويض سواء ليزاجون ديالهم أو لغيرهم غادي يمكن تكون المسائل أسرع. قبل 4 أعوام تعرضت الممرضة زينب لحادثة شغل نجم عنها التواء حاد على مستوى القدم. لم تتسلم الضحية حتى الآن درهما واحدا من قيمة التعويض، كما تباين تحديد نسبة العجز بين الطبيب الشرعي الذي قدرها ب 45%، لكن اللجنة خفضت هذا الرقم إلى ما لا يتجاوز 38% بدون تعليل حسب الضحية. على الاقل الواحد يحضر في لا كوميسيون باش يعرف شنو كيفاش دازت لا كوميسيون، شنو بقى، شنو خداو، على الاقل غير يحضر. 45% اللي عطاني الطبيب الشرعي، علاش نقصوها حتى 38%؟ يعني هذاك الطبيب الشرعي محلف، يعني خصهم ما ينقصوش. إلى فعالية أكبر في الوقاية وإلى مزيد من السرعة والنجاعة على مستوى العلاج يحتاج تدبير ملف حوادث الشغل. أن تصير بيئة العمل آمنة وصحية أمر يعيه مجموع الفاعلين والمتدخلين تمام الوعي، في انتظار أن يترجم هذا الوعي خطوات عملية تتجاوز تعديل النصوص إلى تغيير الأوضاع. واصل مع الدكتور ربيع بن صديق. عندنا أرقام فعلا مقلقة، يعني عندنا ما بين 65 و80 ألف حادثة شغل تقع سنويا في المغرب، عندنا 20 ألف حادثة خطيرة، عندنا 2000 وفاة. يعني فعلا أرقام تضع المغرب يعني من بين أكثر بلدان، ربما بقاو في المنطقة ديال المينا أقل بلدان أمنا وسلامة للعمال، وحنا شفنا الصور ديال الحادثة يعني اللي بقات عالقة في أذهان المغاربة اللي هي حادثة روزامور في 2008. كيف ممكن نشوفوا يعني هاد الأرقام وكيف ممكن نفهموها؟ أول حاجة اللي يمكن نقولوا على هاد الأرقام هي أرقام خطيرة، وكتدل على ان كاين الوضعيه غير 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 سالمه، وضعيه خطيره جدا، وكتستدعي الانسان يتدخل. جميع الجهات خصها تحمل المسؤوليه ديالها، لا من الناحيه الرسميه والناحيه الغير رسميه، خص كل واحد يؤدي الدور ديالو اللي منوط به. وخصنا نتسائلوا علاش، لانه دابا كنقارنوا المغرب مقارنه مع الدول ديال المينا ديال شمال افريقيا والشرق الاوسط، وكنلقاو بان المغرب عدد الحوادث الشغل اللي كاين كيتسجل في المغرب هي ضعفين ونصف صحيح
مرتين ونصف من نسبة مرتين ونصف من نسبة ديال البلدان متوسط البلدان ديال حنا ما كنقارنوش مع دول اوروبا ولا دول متقدمه كنقارنوا مع دول اللي كتشبهنا في النسيج الاقتصادي كتشبهنا في عدد ديال الامور وبالتالي كنشوفوا الا قارنا عاوتاني غير مع تونس كنلقاو العدد ديال حوادث الشغل اللي كاين في المغرب هو ضعفين لا ضعفين ونصف بالنسبه للزون مينا متوسط ديال افريقيا والشرق الاوسط ولكن الا قارنا غير مع تونس وحده ضعفين هادو ارقام ديال المنظمه العالميه للشغل المنظمه العالميه للشغل وبالتالي ما يمكنناش نبقاو ساكتين على هذه الوضعيه هذه الا مشينا وبحثنا علاش كاين هذا علاش كاين هذا الخلل هذا كاين بعض مجموعه ديال الامور مجموعه ديال العوامل اللي اعطتنا هذه الوضعيه هذه وهي وضعيه غير ملائمه وغير صحيه وكتاثر لا على النسيج الاقتصادي الوطني لا على الفرد في تفاعله داخل المجتمع فعلا وبالتالي هنا خصنا نقولوا شنو هي الاسباب الاسباب اشاروا لها بعض الناس في التدخل ديالهم قالوا بانه اقل من 20% ديال المقاولات والشركات اللي كاينه في المغرب عندها مصلحه صحيه عندها مصلحه صحيه وبالتالي هذا خلل كبير علاش 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 هذه المصالح ملي كيغيب طبيب الشغل على مؤسسه او لا على مقاوله شنو يعني شنو المخاطر ديال او شنو الدور ديالو في تقليص المخاطر المرتبطه بحوادث الشغل الدور ديال طبيب الشغل هو دور وقائي دور وقائي ودور استشاري للمشغل وللاجير وللممثلين الاجراء وبالتالي هنا عنده دور كبير في الوقايه من حوادث الشغل ومن الامراض المهنيه طبيب الشغل ملي كيكون في المؤسسه كي 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 كيضمن واحد العدد ديال الامور اللي خصها تكون في المؤسسه اولا في المقاوله منها المراقبه الطبيه في المراقبه الطبيه عند ابرام العقد المراقبه الطبيه المستمره المراقبه الطبيه بعد واحد الغياب لسبب مرض او لسبب حادثه غير شغليه اللي كتجاوز اكثر من 21 يوم حاول ما امكن كيلائم ظروف العمل ولا كينصح المشغل بتحسين ظروف العمل وجوده العمل داخل المؤسسه ولا داخل الوحده الصناعيه كينصح في اطار لجنه الصحه والسلامه لان هذا ممكن عاوتاني نشيروا له لجنه الصحه والسلامه داخل المؤسسه في هذا الاطار هذا كيعطي النصائح ديالو وكيعطي التوصيات ديالو طيب طبيب الشغل هو كيرتبط بعقده مع المقاوله فعلا كيفاش ممكن يؤدي الدور ديالو يعني بهذه الفعاليه وفعلا نشوفوا بانه يتموقع الى جانب هذا يعني الاجراء وماشي احيانا يمكن تغيب عليه السلطه ديال فرض بعض الاشياء او التفاوض مع المؤسسه حول بعض الاشياء لا هي الامور ستكون واضحه اول حاجه طبيب الشغل هو عنده موقف محايد هو خبير هو يرتبط بعقده عنده عقده لان هذيك اللي تتخلصوا المؤسسه واش الحياد كيبقى شويه صعب في هذا هو صعب ولكن راه هادشي اللي خصو يكون لانه هو عنده ان ستاتو يعني محايد خصو يكون استشاري وخصو يكون خبير وكيعطي كيأدي الواجب ديالو وبالنسبه لا بالنسبه للمشغل ولا بالنسبه للاجير ولا بالنسبه لممثلي الاجراء يعني والقانون ضمن له هاد الحياد هذه لان كاين عدد من البنود والمواد في مدونه الشغل اللي كتضمن لطبيب الشغل هاد الحياد وهذه الاستقلاليه الواقع مغربيا كتشوفوا يؤيد هذا هي كاين مجموعه الاكراهات باش نكونوا واضحين هي ماشي سهله باش نكونوا واضحين كاين عدد الاكراهات ولكن طبيب الشغل ملازم ومطالب باش يبقى محايد وما يميل لا لهذ الجهه ولا لهذ الجهه ممكن وكاين حالات تعرض لضغوط نقول لك كاين حالات وكاين امثله كنعرفوها كاين اطباء شغل اللي انفصلوا او لا تم طرد تعسفا هاد امثله كنعرفوهم يعني الاستاذ راه حتى هو راه عنده غيكونوا عنده امثله كنعرفوا هاد الامثله كاين اطباء شغل حتى في طنجه اللي تعرضوا للطرود التعسفيه نظرا لانهم وقفوا موقف حيادي كيمنع واحد العدد ديال الخروقات واحد العدد ديال التجاوز داخل المؤسسه وبالتالي هنا كتدخل مسطره واحده اخرى ديال الطرد التعسفي وهذا وكتدخل فيه علما ان العدد ديالهم قليل كيف ما قلنا والتكوين ديالهم حتى هو في المغرب ماشي يعني ما كاينش عدد ديالهم كبير قليل والعدد فعلا قليل لان الاخ اللي في المداخله شير العدد 900 هو رقم صحيح يعني العدد حاليا ديال اطباء الشغل لا يتجاوز 1000
في حين لا يتجاوز الألف، في حين أنه إلى دابا حسبنا لو بوزوان يعني اللي حسبنا الاحتياجات اللي كاين دابا اللي خصنا، دابا خصنا على الاقل 3000 طبيب شغل باش نغطيو الاحتياج على الايمان. يعني هادو كنتكلموا يعني في معايير الادنى، وهنا خصنا نفكروا لا من ناحيه التكوين والتكوين المستعمر، ولا من ناحيه ملائمه القوانين والنصوص للواقع. ان هنا خص التفكير في هذا الجانب. غنواصل مع الاستاذ عاتقي، نرجعوا لدوك الارقام، يعني ارقام فعلا مقلقه، ارقام عندها تداعيات على المستوى الفرد اجتماعيه ونفسيه كما نصتنا الشهاده ديال السيده، كذلك على مستوى بالنسبه للاقتصاد الوطني، لان المستثمر الاجنبي كيف غادي تقنعو يجي ويحط الاموال ديالو في بلد تقع فيه حوادث الشغل بهذه الوتيره، في حدود يعني تقريبا كنقدروا نوصلوا حتى ل 80,000 حادثه شغل سنويا. هو فعلا مع تحفظ ضروري بالنسبه لاحصائياتنا، احصائيات على الطريقه المغربيه راه بدا من بعض التحفظ وادخال النسبيه فيها، لان انا اخوف ما اخاف انه تكون الاحصائيات اكبر علاش؟ بما ان عندنا القطاع غير مهيكل، بما ان عندنا مجالات مهنيه غير محصيه. هي تقديرات، ربما تاتي هذه الارقام بالاساس اللي كان الرصد ديالها وبدا الرصد ديالها نسبيا هو من خلال المرصد اللي كان دار من بعد الحادث ديال الدار البيضاء، ودار في المركز الاستشفائي ديال بن رشد، شرف عليه احد الاطباء المتخصصين، هو اللي كان كيعطي بعض المعطيات وكيحاول يتواصل مع جهاز تفتيش الشغل وياخذ بعض المعطيات اللي كاينه، ولكن تبقى محدوده لانه كاين احيانا حوادث لا يقع وحوادث كثيره لا يوقع التبليغ، وربما احيانا ويقع تواطؤ ما بين المشغل والاجير لكي لا يقع التبليغ على الحادثه، كل بحسابه. وكاين عندنا حالات تفاوضات، لا الاخر يتخوف من ان يفصل من عمله والاخر ان يتابع لانه ما عندوش تامين. نضيف لهذه الارقام مع تحفظنا اللي قلناه ان الوفيات كما كتعرفوا ديال ناتجه عن حوادث الشغل هي تقريبا اكثر، هي اكثر من نصف ديال الحوادث المميته في حرب الطرقات. يعني هذه مساله صعيب، يعني انه يكون اكثر من نصف ديال العدد حوادث مميته في حوادث الشغل، هذه القضيه صعيبه شويه. وزيد عليها اسمح لي الامراض المهنيه، لا هذه القضيه هذه غادي نقولوا علاش في الاحصائيات ديالنا اكثر من نصف ديال الحوادث الشغل اللي معلنه رسميا هي حوادث خطيره. هنا يمكن نقولوا بان مميته ما كيتعلن على الحادثة الشغل ولا ما كيمكن التبليغ بالحادث الشغل الا حتى كتكون خطيره. اما الحوادث، اما الحوادث البسيطه وداك الشيء راه دونك هذا راس جبل الجليد. كاين واحد يعني واحد المعطى احصائي نضيفه مهم، هو 400 مليون درهم سنويا تكلف الاقتصاد الوطني حوادث الشغل. راه ماشي مساله سهله، 4 المليار يعني 400 مليون درهم يعني سنويا، اللي هي ممكن تخفيف من العبء ديالها نتيجه الموضوع اللي تكلموا عليه الاخوان الذي يتعلق بتدابير الوقايه واللي هي قبل ما نوصلوا للوقايه بغيت رايك، يعني ربما باقتضاب واخا غادي تصعب الامر، يعني هذا تمرين شويه صعيب بالنسبه لك دكتور، ديال هذا القانون اللي دخل حيز التنفيذ في يناير من هذا العام، وهو قانون يتعلق بمساطر وقيم التعويض، علما ان المغرب اشتغل لازيد من 50 سنه بقانون 1963، وهذا قانون طال انتظاره على الاقل على مستوى النصوص، هل جاء منصفا؟ لا نبغي في هذه النقطه وغادي تسمحي لي ماشي بزاف الوقت، ولكن غير واحد الارياعيه اللي ربما نسبيه نبغي نقول على انه في هذا الكوطي في هذا الجانب كان واحد التردد من طرف الدوله، وغادي نعطيك في 1907 78 لا 87 تنجزت دراسه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمساعده تقنيه من طرف المكتب العمل الدولي. شنو الموضوع ديالها؟ ادماج نظام حوادث الشغل الامراض المهنيه في اطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تكلمنا على هذا. وجات الحكومه انذاك ووعدت في مخطط مكتوب راه منشور الان والوثائق تشهد بانه في 93 سوف يتحقق الاندماج.
لم يقع الاندماج. ما الذي حصل؟ حصل أنه في 2011 أعيدت المسألة وتقال على أنه في القانون المالية دي 2011 تقال على أنه سوف يدمج الصناديق ديال اللي هي في الوزارة اللي تابعة للضمان الحوادث شغل الأمراض المهنية، هي ثلاثة الصناديق، أنها غدار في الضمان الاجتماعي تدخل باش يمكن تكون كخطوة ديال إدماج النظام حوادث شغل الأمراض المهنية. الصندوق الوطني ما بقاوش راهينين بالشركات. ولكن ما الذي وقع، الذي حصل عوض أن تحصل هذه الخطوة؟ وقع تراجع، وانه هذيك الصناديق دارت مشات للصندوق الايداع والتدبير. طيب هذا التاريخ هذا، وحاجه وحده اللي نبغي نشير ليها، وصلنا ل 2015 يجب ان نعلم جميعا، وهذا غير من باب بلا حرج، انه اللي غريب اللي حصل في الميدان ديال حوادث الشغل في المغرب هو ان الاداره او الحكومه في 2011 ما عمره وقعت حتى في شي بلاد. اللي هي خدات 320 مليون، خذتها من صناديق ديال نظام حوادث الشغل الأمراض المهنية، وغدت بها العجز اللي كان في الميزانية العامة. طيب في 2015 لا، هذه يعني هذا ضروري كان، علاش؟ لان هادو اموال اللي هي جماعيه، هذه كتفسر لينا واحد العقليه اللي استثيرت هذا الملف بمنطق معين. 2015 واش ممكن نعتبره بان 2015 انا على الاقل على مستوى النص اللي اقول، لما ندخلوا في تفاصيل اللي اقول، غادي نقول جوج ملاحظات ضروري خصني نقولهم، وانه سي حماده انا احترم رايك فيما قلته، ولكن النص ديال 18 لم يخضع للتوافق. التشاركية الوحيدة اللي وقعت هي أنه أحيل المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وطلب منا أن ننجز خبرة، وأنجزنا خبرة في تحليل، وأعطينا موقفنا، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تداول وكان رأيه يخالف تماما ما هو موجود في النص الحالي. شنو المشاكل اللي كاينه في النص الحالي؟ كاين مراجعات على مستوى القيام كتشوفوها ما وصلاش للحد المقبول، اول النص باش النص ما كاينش، ما وقعتش فيه شي تعديلات جوهريه فيما يتعلق بالتعويضات، بقى نفس البارين. نفس، علاش؟ لانه البارين ما كيحدوش الظاهر القانون، كيحدوا واحد القرار ديال وزير الشغل هو اللي كيحدد التعريفه والباري. من بقات الاجره ديال العجز المؤقت، بقى الاجر ثلثين هذه كانت كامله اللي وما وقعش التعديل. حاجه وحده اللي هي باينه فيها التعديل هو على هو التعويض عن الزوج المتوفى عنه اذا مات الرجل او المراه في الحادثه ديال الشغل، اللي كان قبل هو 30% ديال الايراد اذا كانت الزوجه اقل من 60 سنه، وملي كتوصل 60 سنه كنعطيوها 50%. الان التعديل اللي كاين هو كنعطيوها 50% سواء اقل هذا. اما فيما يتعلق بالمبالغ ما بقاتش نهائيا، بقات نفس المنطق الذي يتحكم في الاراده العمري، وانه لا يمكن ان يعطى دفعه واحده الا اذا كان العجز لا يتجاوز لا يصل الى 10%، في حين انه في تونس ما يوصلش 15%، اذا وصل العجز 14% كنعطيوه لو كابيتال كامل، ما كيبقاش ينتظر، لان هذاك الشيء هزيل اللي تيجي شهريا، فعلى الاقل ياخذوه. ولكن اللي الحاجه اللي غادي يمكن يصطدم في تصوري انا يصطدم بها النص، هو انه فكره جميله ولكن اليه ديالها غنرجعوا للتطبيق تناقش. تقييمك للنص ربما في دقائق قبل ما نعطي السي حماده يرد على تقييمك للنص، واش فعلا هذا ما جاء به القانون ديال يناير 2015 كيف ما دار له التقييم الدكتور عتيقي ما شكلش هذيك النقله اللي كان خصنا نتسناو نصف قرن في المغرب باش توقع؟ الا سمحتي قبل ما نطرق للمشروع او بلوتو النص الجديد، لابد من نثير انتباه حول مدونة الشغل وعلاقتها بطب الشغل والمؤسسات اللي خصها تدير طبيب الشغل وشحال عدد أطباء الشغل. يعني هل هذا ممكن؟ هذا غير ممكن بتاتا، لأن مؤسسة اللي كتفوق 50 أجير مفروض
يكون عندها طبيب الشغل، هذا حسب ما ينص عليه قانون الشغل. شنو كيدار حاليا؟ اللي كيدار هو تعاقدات مع كثير المؤسسات مع طبيب واحد. الدور ديال طبيب الشغل راه ذكروا الدكتور، ماشي هذا الشيء اللي كيدار على ارضيه الواقع. باش ندوزوا للنص، النص ما جاب حتى شي حاجه جديده، بقات عنده الفلسفه ديال 1963 27 1927 اما ديال 63 هي محطه من المحطات، لان الاصل هي تشريع ديال 1927. هذا واحد. جوج، هو تهميش التعويض عن الامراض المهنيه. ثلاثه، حقيقه كاين كيتقال على انه كاين احداث واحد المسطره ديال الصلح وفيها واحد العداد، يعني قبل ما يدوزوا للتقاضي يتصالحوا. هذه الاشياء اللي صعوب كثير تحقيقها ولا تطبيقها. ويعني في اخر نقطه، كيمكننا نقولوا على انه تحسين شروط تعويض ذوي الحقوق. كنقولوا كاين تحسين شروط ذوي الحقوق، ولكن في مقابل هذا كاين تقليص من 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 هذه الحقوق هذه. يعني شنو جاب لنا هذا، يعني هذا القانون، هذا القانون الجديد ما جاب حتى شي حاجه جديده. وفعلا بحال اللي شار له الدكتور، المشروع في ذاك الوقت تقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باش يبدي رأي ديالو فيه، ويعني رأيه كان مغاير على 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 ما نزل على النص الأصلي. واضح. فاصل قصير نعود بعده مشاهدينا لمتابعة النقاش في موضوع حوادث الشغل، نلتقي بعد لحظات. أهلا بكم مجددا، سأواصل النقاش مع السيد محمد حمادة. لف الروبورتاج ولف المداخلات طبعا ديال باقي الضيوف، رسمنا واحد الواقع تراجيدي لما يجري، وحتى هذا النص ديال القانون اللي كان ممكن يحدث لنا النقلة النوعية ما تحققتش هذه النقلة، في حين أنكم أنتم كتشوفوا نصف كأس مملوء. بأي منطق نصف كأسكم هو مملوء في حين ان النصف المتداول هو النصف فارغ من الكاس؟ داكور. بالنسبه للسيده ايمان، نبغي نتفاعل مع الشهاده ديال واحد الاخ اللي هضر على ان الوزاره يعني مسؤوله على تنفيذ الاحكام الصادره على المحاكم وخاصه في القطاع الخاص. انا كنقول لا، لان الوزاره ليست مؤهله لتدبير الملفات او الاحكام الصادره، وانما تدبر الملفات النزاعات حوادث الشغل في قطاع الوظيفه من خلال واحد القسم ديال حوادث الشغل اللي تدبر الملفات. ايضا جات واحد المداخله ديال الاخ تيقول بان هذه مسطره الصلح، يعني كيف يمكن للاجير ان يثبت يعني امام المحكمه سبب رفضه؟ اذا حنا هذه المساله، هذاك السبب يعني الى رفض خص يكون قل من الحدود الدنيا المنصوص عليها في القانون. يعني لا في ذاك الاتفاق ما بين المشغل وذاك الاجير وعطاه واحد لوفر اللي هو قل من سميتو انا ذاك اللي غتعطيه للمحكمه انا ذاك يمكن اللجوء للقضاء. طيب كيفاش كتموقعوا انتم في حوادث الشغل؟ يعني كيفاش كيكون الموقع ديالكم مستوى اللي على صعيد الوظيفه العموميه؟ كيفاش كتكونوا فعلا الى بالمطلق الى جانب الاجراء كتحاولوا ديروا دور وساطه؟ يعني كيفاش كتحكموا في هذا العمل؟ اللي كاين هو ان الوزاره التشغيل هي المؤمن عن ان هي الطرف، هي الجهه، هي الجهه المؤمنه على جميع الموظفين الغير مرسمين والعوان المؤقتين، وبالتالي الملفات الصادره على مجموعه ديال المؤسسات ديال الدوله هي اللي تدبر التعويضات. هذا هو وتقوم ب يعني تدبير الشكايات في علاقتها مع الوكاله القضائيه، في علاقتها مع المحاكم الابتدائيه، تقدم يعني التعرضات، طلبات ديال الاجابه على مجموعه ديال المقالات. دونك كتقوم بواحد الدور اللي هو مهم في تدبير هذا الملف. على ذكر العلاج، يعني المساله ديال الحسم في قيم التعويض، المواطنون يشتكون من بطء المساطر ومن الاكراهات المرتبطه بالولوج للقضاء، وبالتالي كيمكن نسمعوا بان شخص وقعت له حادثه شغل وقضى سنوات طوال، او مثلا ذوي الحقوق، من اجل التسلم هذا، من اجل الحسم النهائي في الموضوع. كيفاش نفسروا هذا؟ يعني شنو طبيعه الخلل اللي ممكن تكونوا حتى انتم مساءلين عليه؟
بطبيعة الحال حنا في ظل القانون ديال 1963 لم تكن لدى المندوبيات الشغل او المديريات الاقليميه الشغل يعني علاقه مع القضاء، وانما نتلقى تصريحات من طرف السلطات ونحيلها على المصالح المركزيه، بمعنى ليس لنا ذلك الاختصاص لاحاله الملفات على المحكمه وتتبعها ومعرفه مآلها، وانما يعني في ظل القانون ديال 1963 هو يعني نتلقوا تصريحات من طرف السلطات. يعني انتم مسؤولين، هذه مساله عندها علاقه بالولوج القضاء في المغرب، الشركه المؤمنه، وبالتالي يعني القضاء هو الذي له الكلمه الفيصل في تدبير الملفات. طيب دكتور عاتقي، كيفاش نفسروا هذا التاخر؟ كيفاش نفسروا هذا ضعف الولوج للقضاء؟ واش هذه مشكله من مشاكل القضاء اجمالا، او كاينه خصوصيه ترتبط بالتقاضي في باب حوادث الشغل؟ هو فيما يتعلق بالحوادث الشغل والامراض المهنيه، إذا كان الأجير يشتغل في مؤسسة تبع القطاع النظامي منظم وتأمين كاين، ما كيكونش البطء ديال البصدارة، كيكون فقط فيما يتعلق بالتنفيذ. إذا كانت الشركة ديال التأمين ما أدتش التعويض، ففي القانون ديال 63 كان كيفرض واحد الغرامة يومية ديال التأخير، ديال التأخير، وهذا اللي كانت كتساوي 1%، وهذا الجديد يجب ان نقولها ايضا، هو ان القانون الجديد الظاهر ديال 18/12 رفع هذه الغرامه الى 3%، لكن شنو هو المقابل؟ انه الغى الغرامه بالنسبه للايرادات الا اذا ثبت بان تاخر شركه التامين ناتج عن عدم التنفيذ، بمعنى خص العون القضائي يجي ويقول لنا ودي شركه التامين ترفض، وما يمكنش شركه التامين دير تعلن الرفض، ما يمكنش تعلن الرفض. اللي خطير هو انه في انتظار ان تعبر، وما عمرها تعبر، ليس هناك ما يمكنش دير الغرامه اليوميه بحال التعويض اليومي، وما كاينش الفوائد القانونيه بحال اللي كاين في حوادث السير. يعني وكانه اعطانا واحد الحاجه بيد يمنى وسحبها بيد يسرى. هذه الخلاصه ديالي، الصوره تعبر عن هذه الخلاصه ديالي. طيب في نفس السياق مشاهدينا، سياق اكراهات التطبيق المنصف لما جاء به القانون، ننصت لشهاده عبد العزيز الذي بترت يده في حادثه شغل قبل ازيد من عقدين، يعيش على مدخول شهري زهيد ولا يكاد يؤمن لقمه العيش له ولاطفاله الاربعه، كما انه يقول بتعثر تحصيله لمبلغ التعويض بسبب خطأ مادي. تفاصيل أوفى في روبورتاج كوثر حمومي وحياة زيان. لم يمض على التحاقه بالعمل سوى 12 يوما حتى تعرض لحادثة شغل نجم عنها بتر يده اليمنى، وعلى الرغم من مرور أزيد من عقدين على الواقعة يتذكر عبد العزيز أدق التفاصيل. روى لنا والقلب يعتصر ألما كيف كان منهمكا في تنظيف إحدى الآلات عندما شغلها زميل له بالخطأ فوقع ما وقع. تقصحت في اليد ديالي، المهم جبدوني من تما حيث كاين واحد المواز ديال الهند تلويت فيهم، جاو الحداده اللي خدامين في الوزين هرسوا داك الشيء، جبدوني من تما جيت للمستشفى هنا ديال إدريسي في القنيطرة، ما قبلونيش، داوني السويسي، دخلت المستعجلات كل شيء عاقل عليه، قالوا لي عنحيدوا لك يدك، قالوا لي عنحيدوا لك يدك. المهم قلت ليه عتقوني أنا راه تنموت، المهم دخلوني للبلوك حيدوا لي يدي، المهم هادشي اللي فقط لقيت يدي محيدة. بمئة بالمئة قدر الأطباء نسبة عجز عبد العزيز جسديا، فيما يقول هو بفقده ما لا يقل عن 50% من الأمل في الحياة. صدمة ما تعرض له جعلته يقرر مغادرة العمل ليكتفي بمبلغ شهري زهيد يتقاضاه من الجهة المؤمنة، في حين تعثرت كل جهود تحصيل مبلغ التعويض الذي لم يستطع إليه سبيلا بسبب ما نعت بخطأ مادي رفضت المحكمة مرارا طلب تصحيحه. إدارة صناديق العمل اللي تابعة لوزارة التشغيل
هي اللي اكتشفت هذا الخطا، عطاتني ذاك البارين كيفاش كتتم العمليه الحسابيه اللي كيتعاملوا ما بين شركه التامين والضحيه، عطاوني ذاك البارين، بديت وانا باش عطاوه ليا باش نديه للمحكمه الابتدائيه الكتابه بالضبط. مشيت عندهم ما كاينش شي واحد عطاني شي معلومه ولا اشنو ندير، ولا رجعت عند المحاميه ديالي، مشيت عند المحاميه ديالي ملي قرات داك البارين اللي عطاوني اداره صناديق العمل، قالت لي فعلا راه خطا مادي هذا، مشى دار طلب اصلاح خطا مادي في محكمه الاستئناف، تحكم بالرفض. رأسا على عقب انقلبت هذه الحادثة حياة عبد العزيز الذي تحول بين عشية وضحاها من مستخدم في شركة براتب قار وعدد من الحقوق والامتيازات إلى عاطل عن العمل لسنوات طوال، ثم إلى تاجر أسماك بالتقسيط حتى يحصل لقمة عيشه وأطفاله الأربعة. تيقولوا لي دابا ما بقاش عندك الحق في الحكم، ما بقاش عندك الحق دير شي دعوه في المحكمه. علاش؟ هو عنده الحق، راه مشات ليه يد ملي كتمشي لك حاجه من الذات ديالك، راه مشات لك نص من حياتك ولا مشات لك حياتك كامله. علاش زعما ما يساعدوش ياخذ حقه؟ هو راه تيطلب غير حقه، راه يدو هادي مشات وما عطاوش عليها شي مدخول اللي يعيشه هو مستور هو ولاده. بمستقبل آمن لأطفاله يطالب عبد العزيز، مستقبل مدخله الأساس إنصافه ماديا فيما يتصل بملف التعويض عن حادثة الشغل التي قد يقول القانونيون استنفاذها كل مستويات الحسم أو سقوطها بالتقادم، لكن تداعياتها السوسيو-اقتصادية والنفسية تمتد في الزمن وإلى الأبد. وما يزال في قلبي عبد العزيز متسع من امل، وما تزال ابتسامه تعلو طبعا وجه رب الاسره. سي الحسن حنصالي، الاشكالات المرتبطه بالتطبيق يعني وفعلا بتحقق على الاقل التعويض عن حادثه الشغل، بما ان الوقع ديالها النفسي صعيب انه تمحيه السنين، وشفنا كيفاش انه من بعد ازيد من عقدين متى، والسي عبد العزيز كيحكي القصه يعني ما يزال الواقع النفسي باديا. الحقيقه هذا النموذج يعني يمكن نعمموه، وانا النتيجه اللي يمكن وصلت لها على ان قناعه ديال سوء تدبير هذا المجال ديال حوادث الشغل داخل كثير من المؤسسات، هذا واحد. جوج، قوة جهاز تفتيش الشغل أو طب الشغل، وزارة التشغيل احنا كتنظيمات نقابية نعتبرها من أقوى الوزارات اللي خصها تكون التمركز ديالها داخل الحكومة. مع الأسف وزارة التشغيل هي في ديل الوزارات، حتى الميزانيه اللي كتمنح لها باش تسهل العمل لأطور الوزاره او مفتش اطور بشكل عام، هي ميزانيه هزيله. يعني هذه كلها اشياء اللي كتخلي في نهايه المطاف لما كيتم تفتيش من طرف اطار من اطور وزاره التشغيل وما كيوصلش للغايه اللي هو راسمها في الدين وعنده قناعه بها، طبعا اللجوء كيبقى دائما للقضاء. هذا هو لا حول ولا قوه لذوك الناس ديال القضاء. حتى هو عنده اكراهات يعني القضاء مفروض انه يحكم بما هو عادل لمنصف لا للمشغل ولا للاجير، ولكن شركه التامين بالطبع هي شركه قطاع خاص يدافع عن مصالحه. شنو هي الغايه عنده؟ هو يقلص على حسب كل امكاناته ذاك المبلغ المالي اللي غادي يؤديه لذاك الاجير اللي تصاب بحادثات شغل. هذه كلها اشياء اللي بالطبع المسؤوليه كترجع لجميع الاطراف يعني اللي معنيه في هذا المجال، فما يمكنش نتقدموا، ما يمكنناش نقويوا اقتصاد البلاد بواحد النوع من الشفافيه، يعني نعطيو كل واحد ياخذ حقه، كل واحد يدير الواجبات اللي عليه. مع الاسف
حنا باقيين مستمرين في داك غير ما نطلعش الطرف الثاني بكل ما هي واجباته وحقوقه، رانا منتصر. هذه كلها اشياء اللي يجب تواجهها، بدليل ان هذا ماشي مشاكل ديال بعض المواطنين، هذا حتى الدوله واقتصاد الدوله يخسر الكثير، وبالتالي صحيح. انا غير علاقه بالتدخل اللي قدمه الاستاذ حماده، فعلا هو يجب يعني التفكير في تقويه دور وزاره التشغيل حتى تمكن من، ماشي كنقولوا تجامل القطاع النقابات، لا، هي فقط تقوم بواحد الدور اللي هي مقتنعه به. غنرجع ناخذ تفاعل مع السي حماده. دكتور بن الصديق، الى اي حد حتى وعي المواطن بالحقوق ديالو بكيفيه تحصيلها، ومني توقع له حادثه شغل، الاجال اللي كاين المنصوص عليها، والابواب اللي ممكن يدقها، وكيفاش ممكن انه يتبع سير المساطر، حتى هو كيكون حاسم وكيقدر فعلا يخسر لا الوقت ولا يخسر حتى المصير ديال ديال نعم. ديال الحسم في ملف حادثه الشغل. نعم. فعلا هاد المثال اللي شفناه في الروبورتاج هو مثال، ولكن هناك امثله كثيره بحال هاد الحاله اللي وقعت لهاد السيد هذا. انا كنبغي نركز على اول حاجه على ظروف الحادثه. السيد كيحكي بانه كان خدام في واحد الاله، فجاه واحد العامل ثاني شغل هذيك الاله، وقعت الحادثه، وتبطات له سميتو اليد ديالو نتيجه هاد الحادثه. هنا تساؤلات، اشنا هي الظروف ديال ذاك العمل؟ واش المشغل قام بالواجب ديالو فيما يخص الوقايه اجراءات السلامه داخل هذه الورشه؟ واش هذاك الشغيل تلقى تكوين كافي باش يشتغل داخل في هذيك الظروف ومع هذيك الاله؟ لانه الاله في غالب الاحيان غتكون اله خطيره. الشغيل الثاني او الاجير الثاني واش حتى هو تلقى تكوين وعنده وسائل الوقايه والسلامة داخل هذيك المؤسسة؟ يعني بالتالي هنا تساؤل أول حاجة، المسؤولية ديال عدد من حوادث الشغل ممكن تفاديها فعلا إذا كانوا التدابير ديال السلامة. هذا هو، لأن الحادثة وقعت، حنا ما خصناش نبقاو ونوقفوا على الحادثة ونبداو نحلوا في الحادثة وفقط، خصنا نحلوا في الحادثة ونشوفوا الأسباب ديالها باش كنوضعوا حد لهاد الامور هذه. وهنا كيدخل الدور ديال الطبيب الشغل، يعني كيعطي لنا اشنا هما الاسباب ديال هاد الحادثه هذه وعلاش وقعت، وكيعطي الراي ديالو استشاره ديالو للمشغل، الاجراء، الممثلين ديال الاجراء، بانه خاص يدار هاد التدابير هادو، تدابير استعجاليه للوقايه من حوادث مستقبليه لا قدر الله. هذا الدور ديال طبيب الشغل، والدور حتى ديال المفتشيه ديال الشغل كذلك في الاستباق. نتكلموا ربما في هذا الباب ديال الاستباق والوقايه، واكيد غيكون عندك تفاعل مع ما قيل بخصوص يعني رسائل الموجهه لوزاره التشغيل. تفاعل مع السي الحنصالي، انه ذكر على ان يعني هذا المشروع ديال 18-12 ما جابش مستجداته. حنا عندنا واحد الموقف اخر تنقولوا بانه جا في واحد السياق يعني متطور، بعد ما ان كان المشروع كان قانون ديال 18-1 اللي فرض واحد المساله اللي هي اجباريه التامين، بعد ما كان اختياري، بمعنى كان المشغل ليس من يعني له مجبرا على التامين. اما في 2002 قانون 18-1 فرض واحد الالزاميه، بمعنى ان جميع الشركات التي لها انخراط في الضمان الاجتماعي ان تصرح ان تبرم بوليصه التامين مع الشركات. اما بما يخص المستجدات، اعتقد على ان هذا القانون جاء اولا يساير التطورات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي كيعرفنا، فرض المسطره ديال الصلح. اولا المسطره ما بقاوش فيها بزاف ديال المتدخلين، يعني السلطه الاداريه ما بقاش كتدخل مباشره، يعني وهذا خصنا نشرحوه للاجير، ان مباشره باش كتبقى له حديثه الشغل خصو يعلم المشغل ديالو داخل الاجل ديال 48 ساعه، والمشغل خصو يصرح لهذا شركه التامين داخل واحد الخمس ايام، وانا ذاك المشغل مجبر انه خصو يصرح لدى مديريه التشغيل تصرح بالشهاده وتصرح بالحادثه. اذا واي حادثه وقعت خصو يعلم بها المفتش. دونك هذه واحد المستجدات اللي جا بها المشرع، بالاضافه بيان سور الى رفع واحد المجموعه ديال وجات في المداخله ديال الاخت ايمان بان تم تحسين شروط
التعويض على الاداء بالنسبه ليا تماما. يعني من بعد كيبان بان ماشي يعني لا الفلسفه استاذ ايمان اللي بغينا بان المغرب يتحرك ويعني طيب السي الحصاري طالب بتقويه وزاره التشغيل. صحيح صحيح اننا لنا اكراهات لاننا اكراهات وحنا الاخوان في النقابه يعرفوا المشاكل اللي عندنا لان عندنا احتكاك يومي معهم وبالتالي هذا مطلب نرفعه اليوم جميعا يعني ديال تقويه وزاره التشغيل باش تنهض بالمسؤوليات ديالها. الباقي من زمن الحلقه بعض الدقائق، شنو الرسائل اللي ممكن نختموا بها هذه الحصه دكتور العاتقي؟ نمشيو في الوقايه او في التقويه في مزيد من النجاعه بالنسبه للعلاج. غناخذ مداخلات اخيره تكون مقتضبه يعني في حدود دقيقه ونصف لكل. هو اكيد انه لا احد يقبل ان تستمر هذه الحرب الى جانب حرب الطرقات. لا يقبل في بلده ان يكون ضحايا ديال حوادث الشغل اللي هي 2000 اكثر من يعني اكثر من نصف ديال يعني اكثر من 2000 كيموتوا 4000 قتيل على الطرقات و2000 قتيل في حوادث الشغل. يعني 2050 كيركشوسكم في هذا السياق ما يمكنش تقبل. ولكن الى جانب ذلك هناك العاهات وهناك انا تنقول انه لنعتبر ان هذا القانون هو في محك التجربه الان. احنا من المفيد ان مسطره الصلح نتمناو لها انها تنجح، ولكن التعقيدات اللي فيها وحسب المعاينه دابا الان ما يجري امام المحاكم كاين هناك واحد الحظر. ما يمكنناش نحكموا بالمطلق ولكن كاين واحد الحظر لانه كاين نقص. دوز واحد الفتره معينه على الاقل دوز واحد ماشي 50 سنه. لا ليس 50 سنه ديك الساعه تنحسبوا كنتحركوا بال 50 سنه. ديروا واحد على الاقل واحد 5 سنوات ولا 6 سنوات باش يمكن يشوف الانسان على مستوى الصحه. لانه الجانب اللي تنقولوا احنا ما كانش جديد هو الحجم ديال التعويض. ملي تشوف على انه عامل تصاب مثلا 10% ديال العجز، نعطيو غير معدل 10% ديال العجز، عنده الحد الادنى للاجور، شحال غيتحكم له بالايراد؟ الشهري. الايراد السنوي. سنوي. ما غاديش يفوت الايراد السنوي 1403، بمعنى هذا السيد هذا غياخذ كل شهر 116000 فرنك. يعني 100 درهم و15 درهم اللي غياخذها عن عز ديال 10%. وفي 3 شهور كتعطاه كل 3 موا 350 درهم. إذا حسبنا غير ما تخسره شركة التأمين باش تصيفط الإرسالية البريد وهو باش يتنقل إذا كان موجود في عين المكان راه هي 100 درهم هي هذه كافية باش تغطي له هذه المصاريف. لذلك تنقولوا المراجعة ديال التعويض وديال باغين ديال التعويض. كاين الحل هو توظيف الأرصدة اللي كاينة في الصناديق الملحقة بنظام تعويض عن حوادث الشغل اللي دمجوها في اللي حالوها على صندوق إدارة التدبير وكان ممكن تبقى تحلينا هذه المعادلة الاجتماعية. سي حسن حنصالي في دقيقة. أنا فقط تفاعلا مع كل هذه يعني التدخلات المسألة اللي تبغي تختم بها هذه الحصة فعلا غادي فقط غير نذكر على أنه يعني المساطير الجديدة فيها صعوبة التنفيذ هذا واحد. جوج تراجع على بعض المكتسبات هذا إيجاز. ثم اللي نوصي به هو خاصنا نفكروا في إصلاح شمولي المنظومات ديال حوادث الشغل ومع أخذ بعين الاعتبار الأمراض المهنية. ما يمكنناش نهمشوا هذا الجانب الثاني. ثم رفع من التعويضات لا المعني بالامر بشكل مباشر ولا اليتامى ولا الحقوق خاصه الارامل واليتامى يعني والاسراع بالاحكام يعني التنفيذيه. هذا ما يمكنش الا بغينا نصلحوا هذه الاجواء كلها يجب التفكير في هذه الافكار هذه كلها. شكرا. دكتور ربيع من الصديق مداخله اخيره ربما في باب الوقايه، اذا كان العلاج بهذه الصعوبه وهذا التعطر ويعني وعلى مستوى النصوص ولا على مستوى التطبيق
شنو ممكن يدار في الوقاية؟ نتحدث عن رهان البيئة الصحية الآمنة، بيئة عمل لجميع العمال في جميع القطاعات. نعم، خص أول حاجة يتطبق النصوص اللي كاينة حاليا. فعلا هي نصوص فيها مجموعة من الاختلالات، والأستاذ كيتفق معايا في هذه الأمور. هذا لا من ناحية ديال الصيغة ديالها، لا من ناحية التنزيل ديالها والتطبيق ديالها داخل المجتمع. بالتالي خص يطبق هذاك القانون وهذوك النصوص القانون اللي كاينة. خص المشغلين يفهموا ويعرفوا بأنه الوقاية اقل وخير من العلاج، كلفة ديالها اقل من العلاج بكثير. خاص عرف بان الوقايه وتحسين ظروف العمل كتزيد في التنافسيه ديال المؤسسه، كتزيد في الاداء، كتزيد في الجو العام ديال الشركه، كتحسن في السلم الاجتماعي، وبالتالي كتعاون النسيج الاقتصادي الوطني للتطور واستقطاب استثمارات اجنبيه الى غير ذلك. اذا خلاصة يمكن نقول أنه الوضعية هي وضعية مؤلمة وخطيرة. الأرقام كتشهد، رغم أن هذه الأرقام هي يعني تقديرية في نظري، يعني الأرقام أنا كنعتقد أكثر من هذه، يمكن تكون رأس جبل الجليد العالمي فعلا، هذه أكثر من الواقع والحقيقة، هي أكثر من الأرقام. وبالتالي هنا خصنا تكون عندنا نقطة فصل ونديروا إصلاح شامل بحال تكلم الأستاذ الحنصالي. خص يكون إصلاح في نظري أنا كيرتكز على أربعة ديال المحاور. أول حاجة إعادة النظر في النص النصوص والتطبيق ديالها. ثانيا انشاء مرصد وطني لحوادث الشغل والامراض المهنيه. ثالثا تكون عندنا سياسه واضحه وطنيه وعلى الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الجهوي فيما يخص الصحه والسلامه داخل العمل. واخيرا الترويج باستمرار من الوسائل الرسميه والغير رسميه فيما يخص الصحه والسلامه داخل العمل. شكرا دكتور ربيع بن صديق، شكرا كذلك السيد الحسن الحنصالي، شكرا موصول السيد محمد حمادة والدكتور عبد العزيز العاطقي. نهاية عدد هذا المساء مشاهدينا من بدون حرج خصصناه لحوادث الشغل في المغرب. نذكر بالأرقام فعلا التي ترسم واقعا قاتما، ما بين 65 و 80 ألف حادثة شغل سنويا، 20 ألف حادثة منها خطيرة و 2000 قتيل. يعني كيف ما قلتي دكتور عاطقي، على الأقل هو نصف عدد ضحايا حرب الطرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي الأسبوع المقبل. أعطيني فكرة أو جملة. احنا تقولوا في الوزارة أن مع المراقبة ديال التطبيق التشريع ديال حوادث الشغل، ثانيا خص تفعيل لجنة الصحة والسلامة اللي كتقوم باستقصاء المخاطر والبيئة ديال العمل وتطبيق حوادث الشغل. وحنا مع يعني التحسيس والوقاية، ولكن لا يجب أن ننسى بأن الإعلام يجب أن يلعب دوره كاملا في التعريف بهذه الدائرة. فبدلا كنوجدوا مثلا حوادث سير يتم الحديث على إلا أن حوادث الشغل لا يتم الحديث عنها، وبالتالي يجب أن ينخرط الإعلام في التعريف بهذه الدائرة والمجهودات التي وكنشكروا كذلك التجاوب ديال الوزارة والانفتاح ديالها على هذا المنتوج الإعلامي اللي كيتكلم على هذا الموضوع. نعيدكم مشاهدينا بأن نعود إليه في مناسبات قادمة. نلتقي الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس القناة ميديا أن تيفي. في أمان الله.